مدير التربية، أهلا بك في منطقتنا. سيدي مدير التربية، السادة مفتشي المقاطعات، السادة الضيوف، زملاء المديرين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل الضيوف بكل باسمه ومقامه. إنه لشرف عظيم أن تستضيف مدرستنا اليوم هذه التظاهرة، وهي إحياء اليوم الوطني للشهيد. فشرف عظيم أن تحتضن مدرستنا اليوم التظاهرة الاحتفالية بإحياء ذكرى يوم الشهيد المصادف للثامن عشر من كل سنة. إذن وهذا عرفان لما قدمه هؤلاء الشهداء لكي يعيش أبناءهم وأحفادهم في نعم الاستقلال والحرية. أحيي الجميع على هذا الحضور الجميل، وأحيي بهذه المناسبة العظيمة وهي كما قال أخي عبد القادر مناسبة عظيمة علينا، وعلينا أن نقدسها وأن نكمل المشعال الذي هو أمانة عظيمة بالنسبة لكل الأمم. My pencil, this is my pen. I use my school thing again and again. Sit down, stand up, 1, 2, 3. School, school, school for you and me. This is the window, this is the door, this is the flag, this is the class. Sit down, stand up, 1, 2, 3. School, school, school for you and me. وفاتح الأبواب، جاعل الجنة لمن تاب والنار لمن أبى العذاب. اللهم صل على النبي محمد صلاة تتبوأ غاية الحب والكمال، يا من هو الله الكبير المتعال. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والمهالك، وتطهرنا بها من الذنوب والآفات والمهالك. سيدي مدير التربية، السادة المفتشين، السادة المديرين، السادة الأساتذة والأستاذات، ضيوفنا الكرام، والله إنه لمن دواعي الغبطة والشرف أن نكون من بين المدعوين لمدرسة أول نوفمبر. فنقول لمن أحسن أحسنت، فمنذ 2018 منذ مجيء أما منذ 2015 مجيء هذا القائد، أنا أسميه قائد، هذا بنجليز محمد ليس بمديرا، وإنما قائد يقود كوكبة من الأساتذة المحترمين والأستاذات. لقد جعل من هذه المدرسة منبر للعلم والتعلم، فصاد صوتها وعلى صيتها إلى أعالي السلطات، فهو معروف بنشاطه ومثابرته. هذا هو القائد الذي نريده، محمد بنجليز. لماذا هو قائد؟ لأنه مر بمراحل عديدة. في بداية مشواره التعليمي كان أستاذا مستخلفا. كاملة الطباخة خديجة اللي كانت من عمال المؤسسة، وكل عمال يساهمون في هذه المؤسسة. لكن عبد الله حجوج، طيب لو نطلع سليلتي، ومؤخرا يوم السبت كان عامل كان يعمل في المنزل مريم نسيمة خلاها وجا عيط له، قلت له لا ما على غر، قال لي لا والله لا تجي. هذا الجمعة راه في المؤسسة، السبت راه في المؤسسة، في الليل راه في المؤسسة. كل الأعمال هذه اللي خدمناها هنا هو مساهم فيها، وهو اللي خدمها تيقول هذا عامل يعني طباخ في المطعم، وبعد الدوام
يجب هنا في المؤسسه يدور، راه مع الزجاج، راه مع التيق، راه مع النظافه، راه مع سيبو هنايا دائما واقف في المؤسسه. فشكر له واتمنى خاطيك ديجا هذه ملي ندخل المدرسه الصباح وانا انا وياها في الزعفران عندي نافذه تاع المكتب تاعي نقاطها هكا. هي على كل حال كبيره في السن، سن 65 سنه وتعاني من عده امراض، لكن نظرا لنقص العمال المهنيين في المؤسسه فكلفت به نظافه الصحه. عليكم بالخير، الله يستركم ويحفظكم. الله يسلم ويحفظهم. شكرا خاطبة. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.